التحية مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام متجددة. يسير شوطنا السادس عشر الخاص بالجعدان اللي قايل مهجنات إلى صايل. نبدأ بمقدمة الشوط ونتابع المركز الأول. هنا الأليف بشعار راشد بن عبد الله بن حميد الخاطري يحتل المقدمة والمركز الأول، بينما الغدوم على المركز الثاني. يأتينا هنا شاهين أحمد بن مطر بالسيف الأحد الهايري مع المركز الثاني، بينما في المركز الثالث يأتي شاهين يتقدم بشعار محمد بن راشد بن سعيد اليابري مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع ياتينا هناك على رابع المراكز مجد عبد الله بن احمد بن حارب بن عبيد الرميثي، بينما في المركز الخامس مطفي عيسى بن سعيد بن محمد العويسي. هكذا النتيجه والنداء للخمسه المراكز الاولى التي تسير بتحديات وانطلاقه هذا الشوط الجميل. نعود إلى المقدمة ونعود إلى المركز الأول والصدارة الأولى الغزال، الغزال اللي غير وانطلق إلى مقدمة الشوط بشعار الصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي اللي تسلل إلى مقدمة الشوط وسيطر نحو الصدارة والبداية الأولى، بينما في المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات ويأتي بالانطلاق الجميل والمتميز في هذه اللحظات. ياتينا مجد بشعار عبد الله بن احمد بن حارب بن عبيد الرميثي يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث يتقدم شاهين محمد بن راشد بن سعيد اليابري يتقدم بالمركز الثالث، بينما في المركز الرابع مطفي عيسى بن سعيد بن محمد العويسي، والمركز الخامس في المركز الخامس الكل بدا يتحرك. وصل هنا موفق مظفر بن محمد بن خموشه العامري العملاق العين ناوياتي في هذه اللحظات، ولكن نعود إلى الغزال. ركز يا سلطان يا ابن محمد مع هذا الانطلاق المثير مع هذا التحدي الرائع والجميل مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء في هذه اللحظات. الله 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 الله، الغزال 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 هو المسيطر على مقدمة الشوط. محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي يروح الصعب الصعب على البداية. المركز الثاني هنا ياتي مجد عبد الله بن احمد بن حارب الرميثي في المركز الثاني، بينما في المركز الثالث ياتي موفق مظفر بن محمد بن خموشه العامري، ولكن الغزال 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 بشعار صعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي شعار بروق وشعار الاسد. الله، ركز ركز يا ابن الصعب، ركز يا سلطان بن محمد بن مرخان مع هذا الانطلاق المثير. المركز الثاني موفق مظفر بن محمد بن خموشه العامري، ولكن الصعب الصعب صعب الصعب صعب، بينما بن سالمين بن سالمين يصل يصل مع مخوف، ووصل مخوف صالح بن محمد بن سالمين العامري. المنافسه الغويه المنافسه المثيره تبدا في هذه اللحظات. العملاق العيناوي وصل في هذه اللحظه النيوتن خليفه بن سالم بن سعيد بن حلوكه، ولكن الغزال الغزال على الصداره محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي بن سالمين من الجانب الاخر ياتي مع مخوف صالح بن محمد بن سالمين العامري والنيوتن النيوتن بن حلوكه بن حلوكه في اللحظات الاخيره. سلام سلام اماره راس الخيمه ممثلي جلفار خليفه بن سالم بن سعيد بن حلوكه ينتزع ناموس هذا الشوط. مخوف في المركز الثاني صالح بن محمد بن سالمين المركز الثالث، وصل فيه موفق بشعار مظفر بن محمد بن خموشه المركز الرابع بشعار ياتينا مشاهدينا الاعزاء ايضا اللي هو الغزال محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان المركز الخامس. المركز الخامس عطنا إذا بدا
المركز الخامس وصل فيه مجد لعبد الله بن احمد الحارب الرميثي. نعود بالتهنئه وناموس الى مالك النيوتن خليفه بن سالم سعيد الحلوكه. التوقيت الزمني 6 دقائق و10 ثواني. تهانينا وناموس على هذا الفوز.